Tech Tales by Touch. أنا اسمي آرثر بزديكين وأنا CEO تبع شركة لامنيت فاشن. سميناها لامنيت فاشن لأنه كان هدفنا نكون الفاشن بارتنرز تبع الأوبتيمست اللي موجودين. بلشت الفكرة لأنه أنا بحب التياب بس بحب أنا خيطهم تعملها على الكواليتي اللي أنا بدي إياها والسعر اللي بيناسبني لإلي. بعدين شفت إنه في كتير ديزاينرز بلبنان ما عم بيقدروا يفتحوا البراندز تبعهم، فقلت خلينا نساعدهم هن يحضروا الكولكشنز نحن منخيط ونعمل الماركتينج تبعها. حكيت كذا شخص من رفقاتي وهن كتير حبوا الفكرة وفجأة صار عنا فريق 13 شخص مع 4 ديزاينرز عم بيشتغلوا معنا. بنفس الوقت وتخلصنا الكولكشن مع أول ديزاينرز صار في كتير عالم بدهم يطلبوا هول الديزاينز، فتحمسنا وقررنا نكبر الشركة وجانا عملنا أول فوتوشوت لقلنا وعملنا البري-لانش إيفنت تبعنا and قلعنا. لامنيت فاشن هو بلاتفورم للشوبينج، وقت العالم يفوتوا فيهم يشوفوا الكولكشن تبع الديزاينرز، فيهم يا ينقوا آيتم أو لوك خالص، من بعدها فيهم يعملوا كاستمايزيشن، فيهم هن ينقوا القماش، فيهم يغيروا الديزاين اللون، بعدين فيهم يا يقولوا انه هن ميديوم لارج او اكسترا لارج، او فيهم يحطوا الميجرمنتس تبعهم ومنخيط لهم اياها سور مزور لالهم. اند كل شيء بنقوه بيكون ارخص من السوق. وقت شخص يفوت على الويب سايت في يعمل لوجن او في يعمل كرييت اكونت، او اذا بده في دغري يبلش يعمل شوبينج، وبعدين بالاخر وقت بده يعمل تشيك اوت نرجع بنساله تيعمل لوجن. اول ما بلشنا صار معنا شيء بيضحك، قررنا نخيط الرجاله بنفس المعمل تبع النسوانة، فوقت نزلنا تنعمل فيتينج ما قدرت تشوف الفرق بين الرجالة والنسوانة اللي كنا مخيطينهم، فآخر شي اضطرينا نكب $3,000 ونرجع نعيدهم من الأساس. هدفنا بلامينيت فاشن إنه نلبس الانتربرينورز البزنسمان والسيلابريتيز. هالسنة بلشنا بلبنان، السنة الجاي هدفنا نبلش بدبي، ومن بعدنا بدنا ننتشر على نيويورك باريس ونعمل انترناشنال فاشن شوز حول العالم.